أبطالهم ويواصلوا اعتصامهم السلمي ولا يخلوا أرضهم تنقلع منهم، ولا عادوا الأحزاب السياسية إذا ما هم عالمين به، ولا عادوا المواقع إذا ما هم عالمين به. أرانا علمناهم به وقايلين بأن هذه الأرض إنها أرض هذو الناس اللي كانوا ساكني ومخلي لهم أباتهم وجدودهم وكانوا يحرثوها ومذالهم فيها وساكنين فيها. معناه أن أي حد يجي يبيعها والله يقلعها منهم ما عندهم موجب، وهذا ما تزمن البط وهذا ما تزمن القليعة. والناس ما تقتم لكن ساعة جماعة مو مرمدة وجماعة مبطوطة، والقزواني شاك أنه لا يستمر بهذه الطريقة وأنه لا يعتني الناس بقبضة من حديد. هو حد قاع وموفر للناس حياة كريمة وموفر لها تمانكت ما يقدر يعتني عليها بهذه الطريقة. فلا سيامة من إنسان له سنتين حاكم شعب خاليه بالجوع وخاليه بالعطش وخاليه بالبطالة وخاليه بقلة الأمن وخاليه بقلة العدالة وخاليه بقلة الصحة وخاليه بالأدوية المزورة وخاليه بأنه ما هو موفر له أي حياة كريمة ما يقدر يحكم بهذه الطريقة. معناه أن هذو الناس مسيكينين اللي في هذه المنطقة وفي هذه القرية جبروا ياسر من البط وياسر من التنكيل، وهذا صراحة ما يتواسى. وفيديوهات مراية منتشرين على واتساب ومنتشرين على فيسبوك، وبالمناسبة في عدة منظمات هون على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا حقيقة ما هو حشو، متباركين مع قضيته ومتباركين مع يوثقوها ومتباركين مع يعدلوا يضغطوا هون كان يأخذ بيان رسمي من 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 هذا به اللي العالم ما تقابل الناس تمرمد والله تبطط ما تزمنوا توف. على بعض اخترت في البداية يعود هو بداية مداخلتي. المسألة الثانية، نحن راعي جانا 11 نوفمبر عيد الاستقلال الوطني. هذا النظام ما دشن فيه ولا مدرسة، ما دشن فيه ولا طريق سريع، ما دشن فيه ولا توسعة كهرباء، ولا دشن فيه المياه الصالحة للشرب، ولا دشن فيه مستشفى كبير، والمؤسسة العسكرية ما دشنت أي شيء يتعلق بها. هذه الفضة كاملة بيرجع عام الأول كالوها خبطوا فيهم ولا أقدانوا بين معني محسيب ولا عدل ولا رقيب. هذا بعرة والكونفشن مد في عيد الاستقلال من زمن معاوية، نذكرون يعود عيد الاستقلال نشوفوا الوزراء دافعين ونشوفوا الرئيس دافع والتدشينات والحكومة. هذا النظام ما دشن شيء سوشن، ما عنده إنجاز واحد لا يذكره في عيد الاستقلال عدو يسوى شنو، ما هو خالي. وهذا فشل نخبته وفشل حكومته وفشل صفاقته اللي دافعوا عنه، مع أنه نظام للأسف له سنتين حاكم موريتان ما هو عارف الطريقة اللي محكومة بها موريتان. هو ما هو اللي يسير موريتان، موريتان يسيروه واحدين أخرين هم اللي متقاسمين ذرواته ومتقاسمين خيرها ومتقاسمين مناصبها ومتقاسمين ذاك اللي كامل فيها الرب متقاسمينه. هو هذا يوم نحن اليوم عندنا اليوم عندنا 21 ولا 22 ما في شيء اليوم تقدر تقول حكومة انها دشنته، ما هو خالي. ما دشنت مستشفى كبير، ما دشنت طليان، حتى انهم ما عدلوا شيء للمواطن البسيط، وهذا فشل ذريع لهم. أبعد خطر نذكر به القزواني، هو راه دفع شو الإمارات، هو ورئيسة العصابة مريم من تداه المجرمة الكبيرة الفاسدة اللي خطعت ماركن واكشوت كامل مونا من تداه، وجاو فيما تدي للأسف رؤساء العالم الأخرين يجوا ياكلوا نعت لهم آخر التطورات بالتكنولوجيا ومنين وصل العالم والابتكار. والقزواني جاي ياكلوا نعت رؤاوة خويمات من لوزار وجميلات من لوزار وحمير من لوزار وضامت من البعر وخويمة من لوزار. هذا هو اللي ماشي ومتنقد، هذا ما هو ابتكار، وهذا ما هو شيء تفتح به مدة معرض دبي، هذا ما هو مهم. ماشي واعد مع معرض للصناعة، أنت ما عند موريتان لك فيها سنتين ما قد صنعت شيء ولا قد عدلت شيء، معنا كنت قد تستر راسك ماشي هذا من الخلق تتنقل به كامل. ياك توقف علي آوة جلو، ياك تنعت لك شيء من لوزار ولعب لوزار وشي من السلاق لا الديار العليات اللي ما هو مهم بيلي دبي ما ينعتهم الذهب فيها مكاين اي تي ام تقدر فيهم كارتك يفلتوا لك الذهب، هذا في دبي كل حد يعرفه.
شي من الصناعه التقليديه قالوا هما اللي هي لها للاسف ما يقدروا ولا تنطعم قيمته مزجاي ذاك. هذا هو اللي دافع له القزواني ياك يوقف وينعت له شوي من الاوزار رويج من الاوزار بيدي وبراسه رويج من الاوزار والمراه الواقفه زره مريم الفيافي به اللي وحكومته الفيافي كامله به اللي انا يعني نعود انا براسي ما نقبل نحط راسي في النوع من المواقف ما نقبل وفد رسمي ونبقى رجال اعمالي ونمشي بهم ياك نجي دبي ونجي لبيتيك فاتح توعاوة جالو في الكراين هي وناها متمكناس وينعتولي شوي من خيمات الوصار يلعبوا بهم التركة وشوي من الرجال معدلين بالطين ومرية معدلة بالطين ولبس لابسة ملحفة هذا ما يعدلو حد عاقل. هذا بعد تعود الأمور واضحة مع أنه ما عنده شيء فما تدفع وقاس المدينة المنورة ومعدل العمرة جاد عليه الله تبارك وتعالى لا يتقبلها منه مولانا ولا يتقبل منها فيك العمرة بكدي تم خلي شعبك وراك جيعان ومخلي شعبك وراك ميت به الأمراض ومخلي شعبك وراك ما فيه عدالة ومخلي تيشير تخلاقة توفات وراك يرحمها فقيرة كانت محكومة في الطب الكبير قلبك تساعدها ووزارة الشؤون الاجتماعية قلبها تساعدها وانت ولك اللي مو مريم نيوجع راسه يتدفع به شهر بريطانيا وشهر ألمان وانت شاري الوتات للوزراء وشاري الوتات للوكلاء الجمهوريين وشاري الوتات راشي بهم المدونين وشاري الوتات راشي بهم بعض الصحافة وشاري الوتات تعطيهم المشايخ اللي باتهم كانوا جواسيس في زمن الاستعمار هاي الوتات 13 مليون كانت مشى الطفيلة شغل الخارج وتعود انقاذ روحها الله تبارك وتعالى ما ولي يتقبل منك فيك العمار بكل فاسق وفاجر وبكل مخلي وراك ياسر من المظالم وبكل ما تستفاد ولا عاد جاد عليك الله تبارك وتعالى يتقبل منك ما ولي يتقبل منك ونيطيك مولانا عمرك دوت عنه ما ولي يتقبل منك بلك دوت خالي شي متكركير وشي من الوين ما خاض عليه رقاش هاي حقيقة هاي حقيقة به اللي حد ما يقدر يعود مخلي شعبه وراه كاتلوا الجوع وقافلوا عليه وحاكموا حاكم نخبته بالرشوة وحاكم نخبته بالوظائف وشعبه الآخر مجوعه وجاد عليه بأنه لا يتم 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 بالطريقة هذه بعض هذا اخترت نقوله هذا اخترت نقوله والأسعار تعرفوا أخبارها الأسعار تعرفوا أنها مرتفعة تعرفوا أنه مارو واعر والسكر واعر ودروير واعر والبصل واعر وبومبيتير واعر والخضروات كاملة واعر والحوت واعر وتعرفون الناس اليوم الأسر اليوم اللي موظفة ما عندها باش تعيش ولا كانت موريتان بأن الناس مسات متأخية وكل فاتح باب والأخر ني يضمر يقدر يدخل على دار قريب ويوكل عنده يعود الناس كلها فات كان لوخا والناس كلها مازال لا يوكل لوخا به اللي ذي المعدلهم في هاي سنتين ما قطع عدل حد والحكومة خارج رواية ما يطال حالها بلد ما بعد كورونا ما بعد أزمة كورونا كينها لحقت به اللي الناس العالم اليوم كينو بدأ يدفع فاتورة ما بعد كورونا اليوم أمريك قزوار فيها واعر وعصاص فيها واعر هذا في أمريكا اليوم هوناتي والشرايك اللي تعدل التصنيع اللي تطلبها طلب تقول لك بعد 6 أشهر ولا 5 أشهر به اللي يتسبقوا فروصة معنا الموريتان شلي يتواسي موريتان ما تحرث وموريتان حوتها معطي الأجانب من الأتراك يمشوا به والقنم والبقر والبل المواشي دور تخلى به اللي سحاب العام ما جات والجفاف دور يبدأ ذلك عند الشهر الثاني الشهر الثالث والمنمون دور يخلع حيوانه هي الحكومة المعدلة شنو هذا الحكومة ما يطار حاله بلد والناس انتم تعرفوا الخارج لها موريتان عندها 9 مراكز عندنا الحالة المدنية هاو 9 مراكز الحالة المدنية يوميا يوخذوا كل مركز حالة المدنية وخذ 57 باسبور معنا الشباب الموريتاني كان مسكين يتخمم في الهجرة يتخمم يجي أوروبا يتخمم يجي الخليج يتخمم يجي لأمريك كانوا يحسن من ظروفه به اللي
وفطنه ما هو جابر شيء، ما هو جابر شيء فرصة يقد يشتغل بها. الناس اللي حملت الشهادات ما يقدر تشتغل، الناس اللي عندها تخصصات نادرة موريتان تكوس ما يقدر تشتغل. هذا انتم تعرفوا انه كامل حقيقي. نحن ما عندنا مهمتهم معديدة في فيسبوك نقولوا رأينا وننشبروا معلومة نفرتاجوها معاكم ونعطوها لكم، هذا هو دورنا. ما عندنا ما عندنا ما عندنا وسيلة أخرى. والمعارضة حقا تتكلم، مهرجان التواصل كان ناس كاملة جاتوا 6500 رجاش وواحدين حكمهم لأنهم قدعود ما عندهم باس، والله الحزن ما وفر لهم باش وسيلة نقل. ناس لهم كاملة متذمرة، موريتانيا ومتمونك فيها لا مدة شوية، هي متمونك في موريتان هي اللي حاضرة في ذاك الخير. قلت لكم مرات وقلناه لكم مرات، قلنا لكم الفساد منتشر، قلنا لكم صفقات التراضي منتشرة، قلنا لكم هذا الخلق ما هو ما هي مدة إذا عندها ما تتفضى، إذا عندها عاد زايد عيد فضى بشي به اللي تجاك تعرف دولة كان اللي عندها فضى ولا ما هو فضى. قيس العقار تجبر نيمرو نامن مباليت في خلايا من الأرض ما في زره طب ولا في زره مدرسة ولا في زره قدرون، قال لك ده بربعين مليون. هذا ما يجي يشتري مو مدير سارق، ولا يجي يشتري مو وزير سارق فضل طايح عليه بالبون، ولا يجي يشتري مو رجاج فضل مو عرقان فيها. معناه ذلك في موريتان كامل يا الموريتان، ومن القصور ومن الوتات الزينات ومن الملاحف الزينات ومن الذهب ومن الصالوهات الزينات ومن الحائر تشوفه، هذا كامل لا فضلكم. هذا الخلق كله بيو ما خلاه له حمار، كله بيو ما خلاله قشابة يديرها علي جلو، كله خلاقه تحت صدره صرته مقطوعة موس ملففة في ملحفة موسخة من النيلة. يقير جبروا دولين قالها موريتان، وجبروا رجاج ضعيف واحد فيه اللي رجال ولهم سول عن عمل الحكومة ولهم راقبها وعادهم ماشين يبطشوا. تو حد يتكلم يعطوه شي يملاوا له فمه وحد فمه مثله ما تم تكلم. إذا بعد اخترت نقول لكم فيها مسألة أخرى. إحنا كنا نعرفوا إن دور تخلي، كنا نعرفوا بأن قانون الرموز للناس الأولى اللي يتخصصوا إنها أبناء الشيوخ، اللي يقولون هم أبناء الشيوخ، وأنا بع لأنتم دائما نقول لهم أنهم أبناء الجواسيس ومقاريض. وكنا نعرف بالناس الدولة لا يتخسر قانون الرموز أنهم ما هم الفقراء ولا هم الضعفاء ولا هي الناس اللي ما عندها وساطة. كنا نعرف أنها الناس اللي يدعوا بأنهم شيوخ وأنهم عندهم ما حاضر وانهم بتلاميذهم وانهم طريقهم ما تقدر توخل منها. اللي كانت موريتان فيها عدالة، اللي كانت موريتان تحترم راسها، ولا كان المدعي العام يحترم راسه ووزير العدل يحترم راسه، ما يعود حمد محمد محمد القاسم والزين والملاي الزين يقول ذاك الكلام شريحة المعلمين اللي محرم قانون الرموز ويعود ذو أسبوع ما فات وعيطلو ولا فات وسول عنه ولا فات اشتدت أخبار. شفت واحدين يقول هو منفق في سبيل الله، واحدين يقول هو فاتح ياسر من ما حاضر، واحدين يقول هو ولي، واحدين يقول هو لا يزبيك الخلطة. حد قعد شهر خيم تهلو وحكم فمه وقرة تلاميذه ما سامي حد. هذا رجال محمد الزين والمحمد القاسم والملاي الزين لشريحة المعلمين خاسر ولا ينقال ولا يتواسر، وحد ضحك له عليه ولا حتى يبرعه منافقي به. هذا كان قايل واحد من الخلق اللي ضعيف والله فقير لا يتطلب الناس كاملة انه يطبق عليه قانون الكراهية
اللي معدل قزواني ياك يحمي قزواني ويحمي رموزه. هذا الراجل لعاد اللي منفق منفق الراسه، ولعاد اللي صداق صداق الراسه، ولعاد اللي ملي الناس تزوره معدة نودي، لكن لا الراسه. هو فعلا اعتذر، واعتذر أخوه والله والعمو اللي في نواديبه، غير كان ينبقي النوبي لا يستجوب، ومحيي ذوك قيادين المعلمين اللي طرحوا منه شكاية به اللي شي عند العدالة ما يدرس، وهذا النظام ما هو ليتم مستمر. نظام القزواني من مجيته جد عليه بأنه همو يحيي قضية المشيخة ويحيي قضية الشيوخ، وبنهاية مدة عندها خزان انتخابي وأنها هي اللي تحميه، وما يعرف أن هذا الخلق اللي كلها قايل هو أنه صالح، وقايل هو أنه ولي، وقايل هو أنه عالم، وقايل هو أنه شيخ، وبتباعه أنه هو أول حد لا يتنكر له، وأنه هو أول حد لا يفرع عليه، وأنه هو أول حد لا يبدل عنه رقمه. به اللي هذو الناس يعرفوا لا ذاك اللي قاعد على الكرسي هو صاحبهم، وهو هو اللي يؤمنوا به، ولا هم مؤمنين بالدولة، ولا هم مؤمنين بمؤسسات ومنيارات أولاد الفقراء. يضاح لهم بين الدفاع عن هذا النوع من الخلق، يسوى جنرالات، يسوى مديرين، يسوى وزراء، أنه ما فيه نتيجة لهم. هو بكل انت ضمران هو الشبعان، ولا هو حاسم معاناتك، ولا هو ولا قدالوا فيك شيء، وقاضوا حقوقك وواكلهم، وانت دائما رافد عنه دبوسك. ارفد دبوس عن راسك، وابحث عن حقوقك، وابحث عن ذاتك في الدولة اللي قال لهم موريتان. حدك هيك الساعة تعود تسول عن القبيلة وتسول عن أهلك، وعرف ان القبيلة ما يمزي لك شيء، وعرف ان أهلك نعود ما عندك شيء، ما انك مزي لهم شيء. هاي حقيقة، حد لا يجوّق والله، حد لا يضحك، ما يضحك بالكراهية، ولا يقول شيء ما من يالطوين قال، وحد كبير راتو يقول لا شيء كبير. يقال هذا الراجل هو يقول انه حجاب للناني والشروقة، وحجاب لمنت بوكا، وحجاب لمريم بنت مولاي الزين، وحجاب لمونا، وحجاب هو القزواني، وعندهم هذا النوع من العقلية، وفوكالو متعدل فيه يقول بولاهي عين علي، بولاهي ولا أحمد عيشة، كان بولاهي ولا أحمد عيشة قاعد فهم يحاني منك تلوامر، بولاهي يخلص من خزينة العامة وقائد العام للدرك، لماذا يعود يعتقل وحدين انك تطلبتها منه؟ معنى هذا الحقيقة قانون الكراهية هو خصروه لا احترموه. به اللي راعي أول مردة جات فيه وزبوا بها، وإذا ما فاتوا فعلي ذا شفتوا هذا، ما فاتوا فعلي ذا، مازال لا يجي واحد آخر الصبح مولي والده وزير، والله والده جنرال، ويخسر قانون الكراهية. أنا بعض اخترت يوضح لكم موريتان فيها ياسر من المظالم، فيها ياسر من المظالم ياسر، ولاد قد تنحسب، وراه وضح لكم من الحوار انه كذبة. به اللي ذاكر قال القزواني بالحوار انه مفتوح ولا في خطوط حمراء، انها كذبة، انها زفطة حمراء، عرفتوا انها زفطة، عرفتوا ان الحوار ما ولي يخلي. به اللي حد شاف ذيك جماعة القاعدة ما في اثنين مش شامين، واحدين يلودوا الدولة ويلودوا المؤسسات، وواحدين يلودوا مصالحهم ويلودوا يتموا هم مستفادين. قالوا انه تشاور تشاور تشاور، لا مدة مش سامع علقة، ومدة متفاهمة، هي مدة ما هي متفاهمة، سبحين تشاور سبحين تجابر، ما تقول تجابر ما تقول تجابر. على العموم هذا بعد اخترت وموضحوا لكم بان هذا قانون رموز، انه ما هو مهم، ولكم لا تخلعوا منه، ولكم تواصلوا كتاباتكم على فيسبوك، ولا تشوفوا حد مرتكب جريمة ولا حد قال شيء عنصري ما في الميتو وعدلتوا منه فيديو. به اللي هذا هو اللي يخلي في العالم كامل، امريكوني يوقفك شرطي تقلت في فيلمي ذاك الوقت، به اللي يجي يقولك شيء ما هو حق ويدي سوق عليك، وني تشوف اثنين متضايقين تقلت في فيلميهم، وني تشوف انت شرطي بط واحدين تقلت في فيلمي، هذا حقك طبيعي. تم ولاني تشوفوا اي مسؤول في الدولة والله، اي سياسي والله، اي حقوقي في اجتماع والله في بلده
جهزوا تلفوناتكم صوروهم بيدي هو ما ولي يقولوا شيء صالح برص يقولوا شيء خاص ومتناقضين. هذا اللي يقولوا لا ما هو اللي يقوله ما هو اللي يقوله في العام كله عنده 20 وجه ومازالوا خايفين من المجتمع ومازالوا خايفين من انهم يعودوا معدين شيء خاص. انا نعود انا ذاك اللي نقول في الخاص قد نقوله في العام باللي ما في شيء قد يكسحني ولا في حد عالم بي قد يكسح عيني يغير حد قاعد يعوضهم ويحكمهم. واذا لقيت سعداني متخيطوه ما هو خاسر الفخامة راتو يستجوب به اللي حاضر الحديث الفخامة والشيخ سيدية ما هو فوق القانون ما هو فوق القانون عندهم 100 مشكلة هو مولي ومولي قابل شكات الناس ويعطي الشكات بالزيادة وعنده المشاكل وشواطه قايم ريحته قايمة شكاته دور دقو مالك أخبار هذا كل حاجة يعرفه هذا يعرفه ياسر المدونين القبلة ويعرفوا ياس مصحافة القبلة ويعرفوا الدولة العميقة أن الفخامة شواطه قايم نحن بعاهر وانا نرقده هون ما يسألنا حد وقية ولا نعطينا حد شك أنت تعود لا الشيخ والله كبير أنت عايش به لا التصوير والتبنضي أنت ايش فيه من الفايد ما في فايد ما في فايد تو والمؤسسة العسكرية راكم شفتوها صنادرة تعابة ضباط صف تعابة جنود تعابة قدام تعبان صبوحهم تعبان أشياءهم تعبان خلاصاتهم تعابة وواحدة منهم يرترتوا ما يجبروا حقوقهم تو أنا بقى عادوا هم أسئلة يعني بعضهم أنت مظبي وأخيرت محمد بن العداد وأخيرت جمال الدين يعني أنا أقول لك رواية أنا ما قد قال عود مظبي بيلي أنا مو كلين حقوقي وفقير ومهجر عن دولتي معاني كافي من التظبط اللي واقع فيه يا غير هم اللي ما اشتكاوا علينا هم اللي مظبيين به اللي ما يقير المنكر وبه اللي ذاك الأمر به الله تبارك وتعالى ما يقوله للعباد به اللي يعرفوه شاحدين وهم اللي يسولوا عنه بالأخبار وبه اللي يقبلوا المديرين والوزراء والصفراء وجنرالات المال العام اللي يعرفهم انه ما هو من اخلاصاتهم ويعطوه للفخامه ويعطوه له هو محمد زين القاسمي. يا يعني محمد زين القاسمي نيك برادو الراكب مش رياله ذاك الشاريها له ما هو شاريها له مخلصه هو وراته يعود تقي وخايف من مولانا بيلي يعرف ذاك اللي قال مولانا ني كان قبل يجيب له حد ذيك الفضل يساعد به الفقراء يقول لي الفضل مصدره شنو حلال والله حرام ورات الفخامه قبل يجيب له حد فضل عاطيها له يسوي له كان حلال والله حرام هم لله هو ما اشتكاوا علينا هو الحساب والعقاب ذاك اللي لا يخلق في الأقبار ذاك اللي لا يخلق القدام هون قلت تم الدافع عنهم بالكذب والباطل والزفيط الأحمر يا غير أنا مقتنع أنهم هم ذلك ينطاهم الفضل يعرفون مصدره حرام ما أباوا عنه هم يحوزوا شورهم هم يعرفون ذلك يعطيهم قزواني من 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 الفضل وتعطيهم مريم ويعطيه الناني والشروقة ويعطيه كانوا اللي نجا ويعطوه أطر تقانت ويعطوه أطر واحدين أخرين يعرفوه أنه حرام لعادي قسموا عليه الفقراء قسم عليه مش حرام وحد متقي الله تبارك وتعالى أن يجيب له حد رواية يقولوا هاي لا أنت أنت خلاصك 250,000 أنا هادي لي وت 27 مليون مصدرها شنو يقولوا هاي من حقوق الفقراء ردها له قال ما تحوز الشوارك معناه أنك تهون متركب تهون أكثر ذري عليك انت من التظبط من ذري عليا معاك ذات كيس هم اللي يعرفون انهم ذي المعدين النا المعدين الوزراء انه حرام ولا يقدروا يقيروا المنكر معاك ذات كيس انت ما تكلم عن قضية عين فربة عين خيرت مولاي أحمد الشريف قضية عين فربة تكلمت فيها قلت أنها قضية عبودية واضحة وقلت أنها حالة عبودية ومسد قايلها وقلت مولي بين ذيك منادمة من يالة الدولة تعطيها الفضل وتعتذر لها وتعطيها حقوقها ومن يالة التآزر تعطيها السيرانس
يقير قدت مولي ولاني جاحد بن ذاك العدل وزير العدل محمد محمود البي وزير الإمارات إنه خويسر وإن النواب سكوتهم عنه إنه خويسر بيلي والبي ما عنده الحق يوقف ويقول النواب بن منادم دور يحبس في نفس الوقت اللي قرفت الاتهام جمعة ذاك قدت ذاك ما هو قانوني وكان وقدت بن العيد كان رالته يندد وكان النواب رالته يندو بيلي السلطة التنفيذية ما تعطي أوامر للقضاة يا غير القضاة موريتانيا ياسر منهم هو مستقل وياسر منهم دور يجبر ياسر من العذاب في الأقبر ودور يسول عن ذروته ودور يسول عن ياسر ولاد الفقراء حبس تو محمد رمي محمد البوي محمد بوي والبويلان والله محمد بوي أنا ماني جاهل حد حد كامل قال كلمة دور نجاوبه ونقول له وجهة نظري بدون خوف وبدون طمع وحد تخطى معايا حدوده دون عدل وذاك معدل ميس سجاريت نعود ساوي دي نجاوبه دون نطفيه في الصاندرية نطفيه في لايف نطفيه بالكتبة اللي ما قد تسمعها ولا أخذ الأسئلة ما يحرجوني حد فريق يسول يسول ما دام حد ما تخطى حدوده معايا سجين نواذيبه قصته واضحة مازال محبوس مازال محبوس ومحبوس على رأيه عدل هو معاه اتفاق انه يوقع عليهم تعاقد قلت عود ما عنده خبرة أمنية قلت عود ما عنده ثقافة سياسية يقد يعود علي بابه به اللي انت فتنين حبست وفتنين وقعت في المشاكل والحبس لا للرجال كنت قبلي تعود يتوقع تارة تعود قبلي وقعتها عند كوميسارية امشي هو وقع عليك التعاقد ولا عندي شي من أخبار اخباره عند الحافظ طفل لي فانغولا بالنسبه لي انا نعرف انه سجين راي ونعرف ان هالركيز انهم سجناء راي ونعرف ان الدوله في حاله يرضى لها نعرف ان قدرهات خاسرين ونعرف ان انقطع عن واكشوط يوميا ونعرف ان الحاله المدنيه في البريمير من يامس ما عندها الانترنت ونعرف ان المواطنين يبتطوا يوميا ونعرف ان الفساد منتشر ونعرف ان اموال موريتان تهرب من العمله الصعبه تهرب في القوارب وتهرب في الوتات وتهرب عبر المطار ونعرف ان يخلقوا التحويلات ونعرف ان الناس عاد مالكه لاسبالماس ومالكه المغرب ومالكه اوروبا ومالكه تركيا وهذا ياسر من الهيئات العالميه مو فايته ويعرفوا موريتان انها فاسده ونعرف انه هو قزواني انه يوم ذرازين انه ماشي واعد روسو نعرف ان عمرو الودادي قدروها تروسهم ما وفاهم وكان فضلتهم وعاد أتير تتدخل ياك تعاونوا وتساعدوا وهو معطيه للفضل ومعطيه لشريكته بهدي ما وخايم يحاسب ولا وخايم شي يسوي شنو ونعرف من ذاك الجسر جانب سينيغال انها وفاته وجانب موريتان ما فات وفاته هذا نعرفه ونعرف ان الطريق الامل بين إلاك وبوتيني ميت انهلها ياسر من الزمن معطيها لعمرو الودادي هو القويس ولده ولا با تعدلوا فيهم وكيل واحد والله كيلين وانتم ما تعرفوها وفاتوا جبروها وتعرفون حي الساكن معدل بفيردوس كيما دريت عدل فونس وتعرفون الجسر ما معدل من هالشي وتعرفون 100,000 وظيفة ما معدلت من هالشي وتعرفون تحسين خدمات ما معدل من هالشي وتعرفون موريتان والله لا تعبانة وتعرفون السرطان منتشر بيلي طبل أونكولوجيا كل أسبوع جيه 130 حالة وهذا الدولة يواجع ما بيتعرف المشكلة شنو المواد الغذائية فاسدة تنباع في زر السموم العراس اللي يخلقوا رسامي هذا بطط كوكا وبطط أناناس وهذا من التمر هذا كامل يشري مش يشري فارغ تاريخه والناس اللي كلها يقعد يخبط فيه ولا قدرهم في شيء ما فهم حماية المستهلك ولا فهم مادة خايفة على الصحة نعرف المستشفى نواذيبه الناس فيه خلايا بيدي البارح مستشفى نواذيبه فيه طبيب واحد وآخر رقم 103 103 103 بيرسون علي طبيب واحد هذا ما هي حكومة اللي تساعد مادة ونعرف الناس تموت يوميا علي بين يديهم ونعرف ان طب الأونكولوجيان يجي تعود ما عندك باش تعدل سكانير ينقال لك وخذوك تمقيسوك الهيئات الخيرية لجزاهم الله خيرا قاعد يساعدوا الناس ونعرف الرحمة فيه
ونعرف ان الفقراء تعاب وفتاره. يا اخي نحن ما عدنا مو فيسبوك، نحن ما عدنا مو فيسبوك تموا تكلموا فيه وتموا نقولوا فيه راينا. الله هو اللي عندنا، ما عندنا وسيله اخرى. تو اطار تعبان، تعبان وعطشان ولا في شيء. ما نيت نحسب الولايات ونحسب المقاطعات ونحسب القرى، كامل حاله واحد. يا غير الشعب الموريتاني يستحق هو القابل تمتم حاكمته العصابة، هو متمونك بذل يعدل، بذل تمرميد يعدل. الصيد ماني ناسي مشاكله، وبولبول جابوا الصيادين التقليديين، ما أجبر حد يشري بيدي كرة في الوادي وينقطع، ورجال الأعمال ما هم ضحين فوضتهم ياك يرضوا واحدين اخرين من الصيادين التقليديين فقراء. توب والله شوف ايه نقولها لك، الناس اللي تقيس العريس والناس اللي تقيس الاسامي ذل التوكل كامل، وتشرب ياسر منه عود المواد الفارق تاريخها، الفارق تاريخها. والسرطان يوميا اسبوعيا طب الانكولوجيا تجيه 130 حالة، فيها تريكس قيرين، فيها الشباب اللي أعمارهم تتراوح ما بين 44 إلى 46، فيها الناس الكبار وعليهم الضغط المتين. هذا دون الناس اللي قاس تركيا وقاس تونس وقاس المغرب وقاس داكار وقاس البلدات الأخرين. وموريتانيا من هالسبوع منتشرة فيها حمى ورقبة تقبل الناس، ما يجد حد يعرف شنو، ولا يجد ما يعرفوا شنو. الفقراء في موريتان كاملين ليجبروا عالم حقيقي دور يقولوا بينهم دور يقيسوا الجنة، بيزر معدل من الظلم والتهميش وكيل الحقوق والتمرميد. الناس تعيش تحت خط الفقر، ناس خارية ذارية، دولة من الكذب، حكومة من الكذب، دولة ملانة من الخير قال متقاسمينها واحدين هم الناهبين هم السارقين هم المتمكن بها، ولا غدانوا في الناس الأخرى. انت هارب شورى أمريكا وتقول الناس انها تنحبس، افتيت فيه قلت لك اني انا نعم علي مولي انا، وانه يك ساعة مزدت انا الله تبارك وتعالى قسم الارزاق اكتب لي بني لين يجي لامريك، واني لين يتمونك فيها، واني لين يترحم فيها، واني لين يجبر فيها شي من الخير ما قد تجبرته في دولي قالهم ولي تعني خلاقه فيها، واني لين يجبر فيها شي من العدالة الاجتماعي ونجبر فيها ذاتي ما قد تجبرتهم ولي تعني، ونقول لك اني الحمد لله والشكر لله اني متمونك، واني ماني عالم بحد اليوم الحمد لله ايش به مني في امريكا يسولون 20 سنه. موريتان دولتي ومخطوفه وعندي لا راي انت منقول، انت هو اللي عايش فهم بذاك الويل وجهنم، انت فهم هو اللي يقطع عنك كرهنا وهو كرهون ما يقدر يقطع عني، ونعود هون لا يعدل هون العمل في هذه امبارتام دزون الساكن فيه نلحق فمي عليه براوه يوم الفلاني الساعة الفلانية رانا معلمي لكم معتذرين لكم اني نقطعوا كورا، والمن ينقطع عني انت لفني جيني من تناس قابل لي، والانترنت ما يطرح لي مشكلة، والوتات نتواطى شور اي شركة بقيته جاي متواطي خلاقه في افريقيا ونقوم عندها زين وتن اخر، والطب نفس الشيء معاني انا اكتب لي مولان اني لا نجبرش من التمارك وانت ما طاهلك، انت هو اللي فهم عايش في ذاك الشحيم مقرش انا حالا ان قادي فانتيلاتير تنش عليك والما مقطوع عنك ويعني تطفي عليك عقاب الليل وتوعى في الليل عرقان ديسان بك الحمال، انت وليعتك تتكلم انت وليعتك تحل فمك، ومقرش انا عليك ان عندك 3 شهادات ولا 4 شهادات، ودو تعود والدتك وانت واولاد عمك فتروا بهم طلبة الشغل لك، وشهاداتك نيتهم لو دولهم لارك دونه جبرهم راه واحد يقطع فيهم المصارين ولا يقطع فيهم الكبدة ولا راه مدير فات تقدم ومسح فيهم ايديه وزربهم، انت ولا عندك المشاكل. انا ما مطروح عليهم مشكلة الشغلة،
انا قد نقص اليوم الليله هذه قد قرر اني نقص على شغلتي يوم الاثنين قيسي الشركه ندخل عليها نجبر شغله ما اغدالهم في انا منهم ما اغدالهم في شيء سوش ما نحن اين عاني اين 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 عنده المشاكل انت عندك المشاكل هو حد يبقيه الله تبارك وتعالى يعود فقير ويجيبه لامريكا ويعود حمار رجاله ويشتغل شو كانوا ما انقذ راسه وانقذ له وانقذ مجتمعه وكانوا ما عاد ناضج تو انت اول عندك المشاكل انا ما عندي المشاكل انت اول تمرمد الليل والنهار وتو ماسك وهما كلمه من التراب ما قاعد تحدو انا ما عندي مشكله لماذا نجي لموريتان انا ما انا ماني زعيم سياسي والناس ما تسمع لي يغير قاعد يكي الاحزاب المعارضه فهم تتكلم بدأ تتكلم وذاك يفهم الشباب يتكلم ذاك يعقوب المرابط يتكلم انت مولي نهيت حالا نقيس الخاص لك سنتين كنت تقولني هون زعيم وكنت تطلب لي مولانا راعي مسجل عندي نعم نعرفك خبارك فيك يا غير بيك اللي سميت قريبك والمولاي الزين راني قالك اني سامي والمولاي الزين وسامي حد كامل اسم الفقراء وحد كامل متناقض ولا نقول لك مولي الخدمات سوء الخدمات اراوي حق المستشفى العسكري مستشفى العسكري هو أسوأ مستشفى خدمات تجي ما تشوف في موقع طبيب واحد تتكلم عن مالك ما جيت تنحبس تتكلم انت انت هو اللي عايش في الويل والويالة انا ما عايش فيه على العموم يا اهل موريتان يا شباب موريتان عرفوا الواقع نحن لا حدنا ولادكم ونجبروا شي من المعلومات من مصادر موثوقة ومن دوائر القرار ونبارتاجوا معاكم ويعني يجيبون معلومات وفوتوا أسبوع وتوخذ الصحافة وعرفون ما خارج شي صالح ما قط نعرض علينا وعرفوا ملي ما خالق شي خاسر ما قط سمعناه اندعى علينا اخطا علينا وعدلوا علينا فيديوهات مونتاج وضحك فينا نكراو علينا الناس يعيبنا معنا ذي قالوا مرحلة الخطر خضناه عند انا بعد شخصيا عندي هدف مؤمن به بان هذا الوضع دور يتغير مؤمن بأشخاص وذيق فيهم ذاك يقولوا لي بن قزواني مالي تم مستمر هو ذي الحكومة تحقر الناس وتمرمد المواطنين ومؤمن بن المؤسسة العسكرية المؤسسة الوحيدة النظامية في موريتان إن فيها ضباط جمهوريين ما هم اللي يخلوا للدولة إن قال لهم موريتان تخسر من خاسرين 4 جنرالات فاتوا كالوا صوبهم وفات عاد عندهم الفضل ما هو عند رجال الأعمال فهم بعض الجنرالات كي ولا الرئيس هذا أمله هو من ولبو عمات ولا المايكا صاحب ديروات ما هم اللي يخلوا موريتان تخسر ونعرف ما خالق جيش أكثر وامتنع تاد من جيش إثيوبيا ذوكم المتمردين اللي هم 4 سوايع على 5 عادوا يراعوا فالواو لي سبابا لا يدخلوا وكانت أكثر من نحن استقرار وكانت أكثر من نائمن وسكانها العصريين ما قضج عليهم الرق راعي ذوكم شي من المتمردين هالخلق ذوكم لا يدخلوا ونعرف ان الشعب الموريتاني في مدة طيبة ولا يتم ساكتة عن الوضع وفهم المديرين الصالحين وفهم الأمناء العامين الصالحين وفهم الأطباء الصالحين وفهم الأساتذة الصالحين وفهم الضباط صالحين وفهم الضباط من الشرطة صالحين وفهم قضاة صالحين غير هذه الناس الحاكمة ما تبقى أحد يعود صالح لا ينشو حد صالح تقلعهم اختار الناس كانت عود خاسرة كيف تهي والله الحريثة ما صلحت لهم سنتين موريتان ما قط جبرت حبة ومار
ولا حبة من الزرع ولا حبة من الدليقان كان لا يشري الدين والزك. سيدي محمد صاحب ميشيغن وخير سيدي محمد شيخ كنت الكتاب شفته شو هذا كتاب ينقال له القذف معدل عن والد حمد الشيخ والقزوان والله لو خيرت بالقذف يا غروه معدلو معدلو بدنا بدنا ماله هو اكبر مزور ماله يكسع هو اللي زور المعاوية وسيد احمد الطايع زور له يكسع اصوات كوبني اللي هو له سنتين ما يشتغل هو من خلاقته عايش في موريتان عايش من الوزارات ومين عام واللجنة المستقلة للانتخابات إشاد دورك فكرة إنه يعدل الكتاب يا كانوا يجبر شوي وراعي فيه فيه محفوظ البوية محفوظ البوية مع العدد الصغير لكن ما هو اللي جايب المريم الإماراتيين ما هو اللي مطيح لعشرين مليون دولار مع عند الإماراتيين إنها تبني بها دار لأطفال التوحد زايد التوحد وحاسد عليها وقبل تفضلتها وقالت لها ما تتمعدل شي بي تعرف انه دورته حاسب وتعرف انه عندهم موريتان كامل من العقار دون يطرح عليه الجماعة الجايين ايدهم كتاب كتاب اش منين مكتوب معاوية منين مكتوب العبد العزيز منين ذاك من عنده كان يقول تيريه هي ميريه هي منين هو ذاك وذاك وذاك لكن الكتب كاملين شي ما هو حق ما يقدر يفقه وحد ما كان عنده تاريخ ما يقدر يعدله تاريخ من الفيافي وحد ما كان عنده مجد ما يقدر يعدله مجد أنا قزواني والده يرحمه عني سامي أنا سامي هو نعرف أنه إنسان دني ونعرف أنه إنسان ضعيف ونعرف أنه بلا شخصية ونعرف أنه يعمل الحب ويصبح راقد الصبيحة ونعرف أن العياط يقوم وتخلي الدمية وتقرق قزواني ما وعى ونعرف انه ما وقع بالخبر عن شيء ونعرف انه ما يطلع مو الثاني ونعرف انه يعي يخرج من القصر ويعطي راسه الخلوات ويمشي بروتوكول يلود له ويمشي فصيلة من الصنادرة تلود له لا يعرف هو قاعد منين تو نعرف انه بلاء لو نعرف مشي يا اخوة ذل الهي تشري بين الكتاب الجديد جراك يا بويا في كيلو ومار وكثر عليك نتيجة الكتاب ما هو لا يقل حد يشريه دور يتبع صبح خليل والطيب ويقول من الحزب فهد قال له دور يعود قال لي انه ان الحزب راتو يعدل وندو وانه يعطي قيمة لهذه الطريقة وانهم يعرفوا بهذا الرئيس وبتاريخه وتاريخه وصرته فهداش من الكذيب كامل قنيت أولاد البلاد الجديدة شو تقول فيه أولاد البلاد فرقة تعدى الرب قنات عن معاناة الحمالة ما عندي نقول فيه شيء جزاهم الله خيرا مازالوا يذكروا وطنهم مازالوا يعرفون موريتان فيه المظالم انتي ما هو السياسي كانوا متاب عندهم علاقة بالمعمات ذاك شي خصهم وعندي أنا علاقات بوحدين أخرين وعند واحد أخر علاقات بوحدين أخرين أنا حد كامل ضد النظام أنا معاه حد كامل يقول كلمة الحق ضد النظام أنا معاه ونعرف ما في حد خير من حد ولا في حد أفضل من حد وكلنا يقدم اللي هذا اللي عنده ما في اللي قد يقدم ما هو اللي عنده والتأثير والأمراض هذا رواية أخرى ذيك الشيطان نحن مولانا معنا ما في حدته راسي نجا اخبارو شنو راسي نجا اخبارو عندي كاملة يا غير ما فتحت قايلها دور ان شاء الله ونقولها في الوقت المناسب عندي اخبارو كاملة هو راسي نجا خير تعبدين وسيدي جيت متوخر يا اخوة الدول مزور ما تخبر الدول مزور ما تخبر والفساد ما تخبر انا عندي يوم وثيقة لين نشرها لكم هي مدة ما عندها مستشفى يا مدة ما عندها مدرسة صالحة شارية 800 وتلاش قاضون 3 مليارات شارين بيها 800 وت قولوا لي أنا 800 وت مشرية لاش 800 وت مشرية لاش 3 مليارات ما يعود داروا شي ينفع للخلق ويبقى عيد الاستقلال راعي يجي
النظام ما عنده شيء مدشنه، الوزارة ما عندهم شيء مدشنينه، المؤسسة العسكرية ما عندها شيء مدشنته. إن قال لي بأن جندرميري قبضت الناس، كانت الناس أصلا يجيب تماجور جندرميري تعطيهم بيس يمشي بيهم شور روسو. إذا العام بيوم القحط قالهم بالله ولا أحمد عيشة إنها كلها يقطع باص على حساب راسه. الناس اللي جاية من تقان قطعت حساب قطعت باصات شور روسو. الناس اللي جاية من واجبه نفس الشيء، الناس اللي جاية من أطار نفس الشيء. وما يرحمه وما يرحمه شي كامل قداو يوكلوه لا يوكلوه. بيلي جابني رجاج ضعيف توف يلاكي دار ما فيه ابو، دار ما فيه ابو يتود فيه لا الفوضى ني تخش لا تشك ان ساكنه هل الخلا توف. زاد 10 دقائق قضيه الكتاب لا النفاق، قضيه الكتاب لا نوع من النفاق. الصبح هذا قدام هذا شبر واحد هون نعطيه $1000 يألف عني كتاب يقول معجزة قاع لا $1000 هذا تراوي ما في كتاب ما في شيء، هذا لا يألف الكتب والله يعدل شيء، يعدل شيء مهم لا يبقى للناس تستفاد منه. لا $1000 الصبح نعطيها لهون صحافي يعدل عني كتاب في افريقيا ولا العالم العربي، يقولوا هذا شوف يركب يوم ما عنده مستوى علمي اصبح مؤثر واصبح كذا وكذا يعدل عن كتاب قاعد خارق العاده. مو كتاب مو مهم. ناس دور شي تاكلوا دور شي تشربوا، الشباب يدور يعود عنده يدخل في الوظيفة العمومية أخيرة الحاضر. أوكي ودعتكم مولانا وشكرا لمتابعتكم. انت لا يجي نريده مولانا ان شاء الله، نريده مولانا ان شاء الله ودور يجي. اوكي ودعتكم مولانا شكرا لكم. اوكي من اخبار الحرس الوطني القايسين قطر ومو الشرطه ذوك يعنوا مدير لامن مسقار والسيدي والقويزي هو ومحمد والحمد الشيخ الملقب برور هم المسؤولين عن قبيلهم من يالتهم بعض يقبضوا الاولاد الفقراء من برقجات واجهات والقرض الضعفاء وهذا فتنقلنا حانيت والدخان اللايحه يعني تعود فيهم خلقوا فيها خروقات دون نتكلموا دون نشروها بدون خوف بدون طمع. توف هادو مسكين راتهم هما اللي مشيو يستفادوا وراتهم يقبضوا شي من لريتريتي مازالو متان يمشو بيهم. والله قطر تدور الناس تدور وحده موريتاني خلصتهم انهم يقرضوا لها الكوب ديموند. مولاي احمد جاريه ما نبقي نتكلم فيها بيدي جاريه قد قلت لك القايل فيها انت تقولنا اخبار راسين اخبار راسين دور نقولها ان شاء الله دور نقولها ان شاء الله اللي يفوت اخويا كاس العرب حد شاف بالو ما تلتعب بالصور. انا نشوفهم الصور داير محمد الندح ما عندي معه مشكله نشوفهم الصور وفيديوهات واللياقه البدنيه هذا ما تلعب بيه بالو موريتان عباره عن روايه قبل احمد يحيى واستفاد منها وعاد منها رأس مال وعاد منها رجل أعمال والمنتخب الوطني تعابه ما عندهم أي أداء به اللي ما يجي يقدموا شيء ولفتنا قلناه وحد شاف الناس اللي ومشات من الصحافة والمدونين اللي أصحاب أحمد يحيى والناس راضية عن أحمد يحيى
مشجعين المنتخب الوطني اللي مخلاتهم يشجعوا عليه مبادلة اليابسة ما هو مشى، واللي تاه ما فيه شي، ما هو خاسر، ما فيه شي، ما هو خاسر. لا لا يقيسوا تو قطر ويلعبوا ويرجعوا، ما هو لا يحقوا شي سوشا. يا مدة تقلبها يقلبوها كليبات الضعيفين. شو هذا؟ ما هو هذا الشيء. هنا تيجاني وين؟